بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى. شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك، نحييه هذه الأيام مع هذا الوباء العالمي، ونرى ماذا أحدث هذا الوباء في العالم وفي فلسطين وفي الوطن العربي والإسلامي. وكثير من الناس يتساءل ما حكم الصيام مع وجود هذا الوباء، ويفتي في ذلك من يعلم ومن لا يعلم. لذلك لا بد لنا أن نؤصل هذه المسألة، وألا نربط ذلك فقط في مرض الكورونا، وإنما نتحدث بعمومية الأمراض وحكم من يصوم ولديه مرض، لأن الأمراض متنوعة. في البداية نقول الصيام فريضة من الله عز وجل، لا تسقط إلا بعذر واضح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا لابد أن نقف في أن الصيام فريضة على كل الشعوب والأمم السابقة والديانات السابقة، وليس فقط على المسلمين. ويبدو أن أوامر الله عز وجل في أركان الإسلام وأركان الإيمان جاءت بها كل الديانات جميعا. الأدلة على ذلك كثيرة، ففي الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الزكاة وفي الصلاة قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة. وفي نفس الوقت الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن أركان الإيمان وأركان الإسلام كل الناس مطالبين فيها وفي تحقيقها، ومن ضمنها الصيام. الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، أي الجماع، لأنه في البعض ما بربط الشهوة والجماع في الموضوع، بس بأخذ الطعام والشراب، وهذا فهم خاطئ، من أذان الفجر حتى أذان المغرب إذا كان قاصدا، لأنه من أكل أو شرب ناسيا فالله عز وجل أطعمه. إذا دخل علينا شهر رمضان وفي حالة وباء، كيف نصنف الناس في هذا الوباء؟ نصنفهم لثلاث أصناف، لأن المفتي هو عبارة عن طبيب، لا يعطي كل الناس نفس الفتوى. فالطبيب يدخل عنده إنسان مريض، بدرس حالته، بشوف حجمه، إمكانياته، تقبله للدواء، ويحدد له الدواء. كذلك المفتي ما في فتوى عامة: يا شيخ شو حكم كذا، لأنه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. لذلك علينا أن نكون فقهاء في إعطاء الحكم للناس، لكن نحن نتحدث بعمومية. الناس بالنسبة للمرض، وإذا ربطناه في كورونا، ثلاث أصناف: إنسان صحيح لكنه في حجر منزلي أو في عزل منزلي، وليس عنده أي مخالطة لمرضى، وإنما عزل نفسه بسبب الأوضاع وضمن التعليمات الدينية والصحية والأمنية، فبالتالي هذا الإنسان يبقى في حقه الصيام قائم وهو فريضة عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل قال له: أخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن الفريضة قائمة في حقه، لأنه لا يتأثر بصيامه في مشقة أو مرض. هذا معظم وغالبية الناس. صنف ثاني: الإنسان المريض الذي يتحقق في حقه ضرر أكيد بسبب صيامه، سواء كان مع كورونا، سواء كان مع سكري، سواء كان مع قلب، سواء كان مع ضغط. ومن يحدد انه في حقه بتصير ضرر اذا صام؟ الطبيب، مش الشيخ. الشيخ يعطي الحكم، الطبيب يحدد انه تصوم او تصومش، تفطر يجب ان تفطر. ليش؟ لانه هذا الصيام يؤدي الى ضرر حقيقي في حقك. هذا الشخص في حقه يجب عليه ان يفطر. طب لو صام؟ إذا صام أسقط عن نفسه الفريضة، لكن في حقه إثم، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيف لكن هو قاعدة شرعية أساسية في ديننا: لا ضرر ولا ضرار.
والضرر يزال، وسلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأديان. قواعد فقهية كثيرة تبين إنه الإنسان إذا في هذه العبادة ضرر تختلف العبادة، وممكن يكون في كفارة لهذه العبادة. أما الصنف الثالث إنسان مريض، يعني إنسان مرشح، إنسان مريض سكري، إنسان مريض قلب، لكن في حقه لا يتحقق ضرر يقيني، وإنما ضرر ظني أو ممكن يتأخر الشفاء بسبب الصيام. الحقيقة إنه هاي الفئة متروك أمرها إلى أنفسها. الطبيب إذا قال له أنت تستطيع أن تصوم لكن تصوم بمشقة، المشقة في الدين تزال. لذلك رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحقيقة إنه جاءت موضوع المرض والسفر مطلق، ومن درس كتب الفقه لا يجد تقييد للسفر ولا تقييد للمرض، لكن جاء العلماء حتى ما يقولوا أي مرض ممكن الواحد يفطر، فوضعوا قيود إنه المرض الذي إذا صام طال فترة الشفاء أو زاد المرض أو وضعوا قواعد. هذه القواعد حقيقة لا يوجد لها أصول في السنة واضحة، ولكن هذا المطلق يستطيع أن يحدد مصلحة الإنسان فيه هو الإنسان في نفسه. يعني ممكن يسافر في طيارة منها للأردن أو للسعودية وما يرهقه وبده يفطر، من حقه، لأنه الآية وضحت سفر ولم تحدد أي نوع من السفر أو في مشقة في السفر، وكذلك المرض. لكن نحن نميل إلى أن يصوم لأنه ما يتساهل الإنسان، لكن لو إنسان مريض ممكن الرشح يؤثر عليه كثير ويقول لك يا شيخ أنا ما بقدر، أنا بتعب، بصير عندي مشقة، له الرخصة في ذلك. لا يوجد أوصياء على الدين بمعنى أنه هم يملوا على الإنسان متى تصوم ومتى تفطر. في مساحة واسعة من الدين تركها الله عز وجل للإنسان عشان تكون العلاقة بين الإنسان وربه علاقة واسعة لا يتدخل فيها رجال الدين، ومنها موضوع المرض. قلنا باختصار إذا كان المرض في حقه يقينا يجب عليه أن يفطر، وإذا كان فيه ضرر، إذا كان يستطيع أن يصوم بمشقة له الخيار في ذلك، وإذا كان سليما يجب عليه الصيام. وبالنسبة لرجال الأمن والإسعاف والإعلام ماذا يملي عليهم الطبيب إذا قال المصلحة أن يفطروا ويكفروا بإعادة هذه الأيام، وإذا كان الطبيب يقول ما في ضرر الأصل أن يلتزموا بالصيام.